مرحبا بكم في قناة جي جي بيوتي. إذا كنتم أول مرة تزورون هذه القناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. فضلا وليس أمرا شاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. أعلنت الشركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها يوم الخميس انطلاق عملية بيع التذاكر حالات التي أعلنت عليها وزارة النقل عبر جميع وكالاتها. وحسب بيان الجوية الجزائرية فإن الأمر يتعلق بالرحلات التالية: أولاً الجزائر العاصمة جنيف كل يوم الاثنين الخميس والسبت. ثانياً الجزائر العاصمة بروكسل الجزائر العاصمة كل الأربعاء والجمعة. ثالثاً الجزائر العاصمة ميلانو الجزائر العاصمة كل ثلاثاء وخميس والسبت. رابعاً الجزائر دبي الجزائر كل ثلاثاء وخميس وجمعة واحد. خامساً ديلي الجزائر اسطنبول. سادسا الجزائر داكار الجزائر العاصمة كل جمعة واحدة. كما أكدت أغ أجيري أن البيع متاح في جميع الوكالات ووكالات الخطوط الجوية الجزائرية وتطبيق خطوط الجوال الجوية الجزائرية وموقع الخطوط الجوية الجزائرية. وبهذا الخبر أتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على لايك. شاركوا الفيديو لتعم الفائدة. انتظروا مني فيديوهات جديدة وكل عاجل يحدث في الجزائر. نلتقي في فيديو لاحق.